في اليوم الأول في المنتدى الحسيني للقراءة الخيرية قريت هذا الكتاب سبايا آل محمد لسماحة السيد نبيل الحسني، وقلت أراجع وياكم وأشجعكم على قراءته، خصوصا لاستقبال شهر صفر، شهر الأحزان، شهر السيدة زينب صلوات الله عليها. بهذا الكتاب وأنا راح أراجع وياكم الفهرس وأقول لكم سماحة السيد شلون قدر يعيشنا أجواء العقيلة زينب صلوات الله عليها ومصابها في هالكتاب. يتكلم في بداية مبحثه عن هل كانت العرب تحمل النساء والأطفال إلى الحرب قبل الإسلام، ويبقى أمثلة متى بدأت هذه الظاهرة، وليش كانوا بعض العرب يبون النساء والأطفال، شنو العلة من هذا الأمر، ومن الذي بدأ بذلك. بعدين يقول هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحضر الأطفال والنساء، هل رسول الله كان يشجع على إحضارهم أم لا. وبعدين ينتقل إلى البحث الثاني اللي هو معنى كلمة السبي لغة، يشرح شنو هو السبي. بعدين يقول متى بدأ السبي، وخصوصا هل السبي كان لغير المسلمين أم كان المسلم يسبي المسلم، ومن أول من سبى مسلما، هل هذه الظاهرة فعلا موجودة أو لا، ومن الذي بدأ بها. بعدين ينتقل يتكلم عن معنى المشيئة الإلهية، ويشرح كلام الحسين صلوات الله عليه لأخيه محمد ابن الحنفية عندما قال شاء الله أن يراهن سبايا، لما كان يقول لنزل ليش تأخذ الأطفال وليش تأخذ النساء، فكلمة شاء الله ما هي معناها، وهل فعلا تعذر قاتلي الإمام الحسين وتعذر من سبى، أن الله هو من شاء فخلاص ماكو مشكلة، هي مشيئة فإحنا ما لنا ذنب. فيفصل في هذه الشبهة ويجاوب عليها. بعدين يتكلم عن الحسين صلوات الله عليه وعدد خوات الحسين، عدد بنات أمير المؤمنين، وهل هناك أكثر من زينب، أكثر من أم كلثوم، هل هناك أسماء أخرى، ولماذا زينب تختلف، لماذا كانت زينب هي محور الحدث في كربلاء، لماذا خوات الحسين موجودات، بنات الحسين موجودات، لماذا الحديث كله عن زينب صلوات الله عليه. فعلا الكتاب جدا مبكي، فأنصحكم تقرونه. بعدين ينتقل البحث إلى زوجات الإمام الحسين صلوات الله عليه، كم زوجة كان عند الحسين صلوات الله عليه، وكم زوجة أخذ معه من المدينة إلى كربلاء، وكم ابنة كانت لزوجات الإمام الحسين، وكم بنت حضرت كربلاء. وبعد ما يتكلم عن هذا التفصيل ينتقل إلى زوجات بعض الأنصار ومواقفهم المشرفة في كربلاء. وبعدين بالمبحث الخامس يتكلم عن العلة لإخراج النساء، لماذا فعلا أخرج الحسين النساء معه، هل لمثل ما كانوا العرب نفس الأسباب للعرب سابقا كانوا يخرجون النساء والأطفال، أم أن الحسين عنده علة ثانية. وآخر مبحث يتكلم في سماحة السيد هو آثار السبي، هل فعلا هناك آثار لسبي نساء آل رسول الله صلى الله عليه وآله، هل فعلا بسبب سبي العقيلة زينب كان هناك بقاء لهذا الدين، ما هي الآثار الحقيقية، ما الذي نتج عنه سبي العقيلة، روحي لها فيها. هذا الكتاب مهم جدا أنكم تقرونه، سبايا آل محمد للسيد نبيل الحسني. اللي ما عنده نسخة راح أنزله بحسابي بالتليجرام، اللي حاب يدخل عليه وينزل ويستعد لشهر الأحزان، شهر صفر، وخصوصا 40 الإمام الحسين على الأبواب، فلازم تعيشون أجواء الحزن، أجواء البكاء والتفجع بهذا المصاب العظيم. وطبعا أشكر القائمين على المنتدى الحسيني للقراءة الخيرية في كل سنة بعد 10 محرم، أن يكتب ونفتح المقرات بالكويت، ويون الشباب والصغار والكبار، وفي قراءة خاصة للطفل، فيون الشباب المعزين كلهم يبدون يقرون، ومقابل كل صفحة يقرونها يتبرعون اللجان الخيرية المرخصة إلى الأسر المتعففة والمحتاجة باسم الحسين مقابل كل صفحة قرأت. والأجواء المناسبة والبيئة الموجودة تشجع الفرد على القراءة وتشجعه، فأحرص على الحضور قدر الإمكان، حضروا قدر الإمكان، جيبوا وياكم شباب يحضرون يقرون، وراح تشوفون أن فلان يقول ما قرأت في هذا الكتاب، طافك العالم شنو قال، طافك المحقق شنو قال. في بعض الكتب للمراجع أيضا كتبت عن الحسين، فأغلب الشباب يتكلمون عنها، كيف المراجع تحدثوا عن مصاب سيد الشهداء، عن تحليل السيرة التاريخية في مرور الإمام صلوات الله عليه ووصوله إلى كربلاء. فتشوف الكل يشجع الثاني على القراءة، وبنفس الوقت يخليك تتشجع تعرف عناوين ما كانت ببالك. ولا تنسونا من الدعاء، وهذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.